بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا أيضا إلى الخاتمة في كتاب القصد والتلطف في شرح المنتقى، أي القواعد المختارة من كتاب الإمام الشيخ زروق قواعد التصوف وشواهد التعرف. هذا الكتاب عظيم الفائدة، ينبغي طلبة العلم والدراسة العليا أن يعتنوا بهذا الكتاب قواعد التصوف، يستخرج منها فوائد عظيمة وضبط لهذا العلم ورد على الاعتراضات إلى غير ذلك. فهي بمثابة أصول الفقه للفقه، يعني كأنه تأصيل وتقعيد للتصوف الصحيح من الإمام الشيخ زروق الفاسي. هو من فاس ولكنه مدفون في مصراتة في ليبيا، وهو رجل جمع بين علم الظاهر وعلم الباطن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخاتمة في النصائح البديلة للمريد والسالك في حال انقطاع التربية بالاصطلاح، يعني بالمعنى المصطلح عليه المربي. لما ينقطع التربية زي ما عمل المتقي الهندي كتاب اسمه إيه؟ هداية ربي عند فقد المربي. يعني لا نجد الشيوخ التبرك والفتة والنفع كثير ملينة، إنما الشيخ التربية أصبح نادر، أندر من الإيه؟ الكبريت الأحمر. أنتم مش عارفين إيه الكبريت الأحمر ده؟ الكبريت يعني الذهب. يلا يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في دار الامين، قال شيخنا ابن عباس الحضرمي: ارتفعت التربيه بالاصطلاح ولم يبقى الا. طبعا له مشايخ في الاصول والفقه والتصوف، الشيخ الحضرمي شيخ الشيخ زروق على طول مباشره، ابو العباس الحضرمي. قال ارتفعت التربية بالاصطلاح، يعني بالمعنى المصطلح عليه، أصبح ما فيش مربين من سنة 846 تقريبا اللي حدد فيها، ما فيش شيوخ تربية، كله بياكل عيش ومظاهر كده، يعني تبرك كده يدعي لك بس كده تاخد نفع وخلاص، لكن مش هتتربى. إنما الشيوخ التربية دول قول ارتفعت التربية بالاصطلاح ولم يبقى إلا الإفادة بالهمة والحال، فعليكم. يعني بيقول التربية بالاصطلاح انتهت، ارتفعت ولم يبقى إلا الإفادة بالهمة والحال، فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. وذلك جار في معاملة الحق والنفس والخلق. يبقى أنت هتتعامل مع إيه؟ ثلاث جهات: الحق والخلق والنفس، يعني تعامل نفسك وتعامل الناس الخلق وتعامل مين؟ الحق سبحانه وتعالى. فأما معاملة الحق فبثلاث. يعني عاوز أقول لك خلاص، أنت توجه إلى الكتاب والسنة والتزم، لا تزود ولا تنقص. طب هتعمل إيه؟ أمامك ثلاث جهات بالنسبة لمعاملة الحق، بعدين معاملة النفس، بعدين معاملة الخلق. فأما معاملة الحق فبثلاث، يعني استقم على هذه الثلاث: إقامة الفرائض واجتناب المحرمات والاستسلام للأحكام، وخلاص أنت مش محتاج إيه حد يربك، التزم بكده. وأما معاملة النفس فبثلاث، يعني بالنسبة للحق عليك بإقامة الفرائض واجتنب المحرمات وكن مستسلما لأحكامه، يعني قضائه وقدره. وأما معاملة النفس فبثلاث: الإنصاف في الحق وترك الانتصاف لها والحذر من غوائلها في الجلب والدفع والرد والقبول والإقبال والإدبار. يعني كيف تعامل نفسك؟ بثلاث: الإنصاف، يعني تنصف من نفسك في الحق،
عليك أن تقول الحق ولو كان مرا وعلى نفسك، وترك الانتصاف لها، يعني لا تنصف منها ولا تنتصف لها. ليه؟ لأنها أمارة بالسوء، لا توقفك عند الحق بل تتجاوز بك إلى الباطل، يعني لا تكن منتصفا لها. والحذر من غوائلها في الجلب والدفع والرد والقبول والإقبال والإدبار. حيأتي التفصيل. أما معاملة الخلق بثلاث، معاملة الخلق بثلاث، توصيل حقوقهم لهم، يعني ما تخلهمش يطالبوك بحقوقهم، عليك أن تقوم بتوصيل الحقوق من غير ما يطالبك إلى أصحابها. يعني الحق في بعض يقول لك والله أصلا ما حدش طلبني، حتى لو لم يطالبك صاحب الحق فقم مسرعا بتوصيله إليه. عدم مطالبة صاحب الحق به ليس هذا مسوغا لك أن تأكل حقوق الناس. كان امرأة عابدة صالحة كانت بتعجن في العجن، فبلغها وفاة زوجها فأوقفت العجين، قالت الآن أصبح لنا فيه شركاء، يعني أصبح ميراث، فلازم لما نعجن ونخبز مين حياخد معانا نصيبه؟ ما ينفعش ناخده كله، لأنه الأول كان من حقنا لنا لأسرتنا. أما بعد وفاة زوجها في ورثة آخرون معها، شوف في الحال أوقفت. ده الآن يقعد 30 سنة الميراث لا يقسم، ويحصل تناسخ في الميراث زي تناسخ الأرواح. وأما معاملة الخلق فبثلاث، توصيل حقوقهم لهم، والتعفف عما في أيديهم، والفرار مما يغير قلوبهم إلا في حق الواجب. يعني خليك مع الناس، ادلهم حقوقهم ولا تأخذ ما في أيديهم، يعني لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. وعليك أن تفر مما يغير أو يعكر صفو قلوبهم إلا في حق واجب لا محيد ملكش إله حتى يضرب رأسه في الحيط. ما دام حق واجب يغير قلبه يغير عقله، لا تقصر في هذا، يعني لا تخاف من تغير قلوبهم إذا كنت على حق. أما إذا كانت أمور مستحبة أو أمور فيها خلاف تجاوز عن ذلك حتى لا تغير قلوبهم عليك. لكن إذا كان الأمر يتصل بإحقاق الحق وإبطال الباطل ما يهمكش. وكل مريد مال إلى ركوب الخيل أو آثر. شوف كذا بيتكلم على المردين وأهل التصوف في زمانه، بيقول كل مريد مال إلى ركوب الخيل أو آثر المصالح العامة أو اشتغل بتغيير المنكر في العموم أو توجه للجهاد دون غيره من الفضائل أو معه، يعني مع غيره من الفضائل، حالة كونه في فسحة منه، يعني كم يعني أولى به العلم أو أولى به أي شيء لأنه هو في فسحة، يعني لم يتعين عليه الجهاد، أو أراد استيفاء الفضائل، أو تتبع عورات إخوانه وغيرهم متعللا بالتحذير، يعني عاوز يحذرهم عاوز ينبههم عاوز يرشدهم، أو عمل بالسماع على وجه الدوام، أو أكثر الجمع والاجتماع لا للتعلم أو تعليم، أو مال لأرباب الدنيا بعلة الديانة، أو أخذ بالرقائق والدقائق دون المعاملات وما ينبه عن العيوب، أو تصدى للتربية من غير تقديم شيخ أو إمام أو عالم، أو اتبع كل ناعق وقائل بحق أو باطل من غير تفصيل لأحواله، أو استهان بمنتسب لله وإن ظن عدم صدقه بعلامة، أو مال للرخص والتأويلات، أو قدم الباطن على الظاهر، أو اكتفى بالظاهر عن الباطن، أو أتى بأحدهما بما لا يوافق عليه الآخر، أو اكتفى بالعلم عن العمل، أو بالعمل عن الحال عن الحال والعلم، أو بالحال عنهما، يعني عن العلم والعمل، أو لم يكن له أصل
يرجع إليه في علمه وعمله وحاله وديانته من الأصول المسلمة في كتب الأئمة ككتب ابن عطاء الله في الباطن، وخصوصا التنوير في إسقاط التدبير، ومدخل ابن الحاج في الظاهر، وكتاب شيخه ابن أبي جمرة ومن تبعهما من المحققين رضي الله عنه، فهو هالك لا نجاة له. ده الخبر، كل اللي عدى ده مبتدأ ومعطوفات، يعني من أول وكل مريد مال إلى ركوب الخيل لحد أو اكتفى بالعلم عن العمل أو بالعمل عن الحال والعلم أو بالحال عنهما أو لم يكن له أصل يرجع إليه في علمه وعمله وحاله إلى آخره، فهو إيه؟ هالك لا نجاة له. ومن أخذ بهما فهو ناج مسلم إن شاء الله، والعصمة منه والتوفيق، يعني من الله تعالى. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيك فعليك بخويصة نفسك. يعني ده يعني علامة مهمة، وحديث يعني من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأيتم، أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن في سننه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل أحد معجب بنفسه، فعليك بخويصة نفسك، يعني بخاصة نفسك، بس ده تصغير خاصة خويصة. وقال صلى الله عليه وسلم إن مما في صحف إبراهيم وعلى العاقل أن يكون، يعني مما ورد في صحف سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وعلى العاقل، يعني ده الكلام اللي وارد فيهم في صحف إبراهيم عليه السلام. وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمانه، وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمانه، يعني بأحوال أهل زمانه. ممسكا بلسانه مقبلا على شأنه، يعني أصعب حاجة في الإنسان اللي تورد موارد التهلكة اللسان. ممسكا للسانه مقبلا على شأنه وعلى العاقل، وعلى العاقل أن يكون، الكلام ده في صحف سيدنا إبراهيم. العاقل يكون زمنه أو أوقاته على أربع ساعات، يعني أربع أزمة، يقسم كده اليوم أو الساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه. فين العاقل اللي بيعمل كده؟ ساعة بتاعت يحاسب نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه ويدلونه على ربه. إيه رأيك اللي حيبصره بعيوبه ويدله على ربه حيقاطعه وحيلغيه من إخوانه؟ وساعة للرابعة يخلي فيها بين نفسه وبين شهواتها المباحة، يعني يدي حق نفسه من الشهوات المباحة، أو كما قال: رزقنا الله ذلك وأعاننا عليه ووفقنا إليه وصاحبنا بالعافية منه، فإنه لا غنى بنا عن عافيته، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. دي الخاتمة اللي ختم بها الإمام الشيخ زروق قواعد التصوف، هم 224 قاعدة، احنا شرحنا 40 منها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا نجيب القواعد كلها من أولها إلى آخرها. يلا. في هذه الخاتمة ينقل الشيخ زروق عن شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي أنه قال: التربية ارتفعت بالاصطلاح. واحنا قلنا احنا العاقل زي ما جاء في صحف سيدنا ابراهيم يقسم وقته ايه؟ اربع اقسام.
طبعا الشيخ زروق بعد ما جاب الأثر دله عن سيدنا إبراهيم قال إيه في كتاب عدة المريد الصادق، له كتاب عظيم وكتاب حجمه قليل كده وصغير لكنه عظيم اسمه عدة المريد الإيه طبع طبعة يعني جميلة كده ومنظمة في ليبيا أظن بتحقيق الشيخ الغرياني، عدة الإيه المريد الصادق. فالشيخ زروق بيقول إيه، احنا قلنا 4 ساعات، قال قلت ساعة المناجاة من السحر، مش قلنا ساعة يناجي فيها ربه، من السحر إلى طلوع الشمس، وساعة المحاسبة من العصر إلى المغرب، وساعة الإخوان ساعة الفراغ من الضروريات، وأحسنها بعد الظهر، فإن عدم شرطهم فإيه فكتاب يقوم يعني ممكن إيه يطلع على الكتب أو يتسلى بالكتب مكانهم، وما عدا ذلك فللأمور المباحة، يعني ما عدا الثلاثة دولة بقيت له الأمور المباحة، هذا ما دلت عليه السنة والله أعلم. في هذه الخاتمة ينقل الشيخ زروق عن شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي أنه قال التربية ارتفعت بالاصطلاح، أي انتهى الشيوخ المربون، يعني معنى ارتفاعها بالاصطلاح يعني انتهى الشيوخ المربون المصطلح عليهم. وأظن كده قصد الشيخ بهذه العبارة اللي نقلها عن شيخه الحضرمي ارتفعت يعني الندرة والاختفاء، يعني أصبح نادر زي ما قلنا العثور على شيخ يربيك ويهذب أحوالك ويوصلك إلى الله، أصبح شيئا نادرا جدا، لأنه قال في العدة لعدة المريد الصادق يعني على الطريقة الجادة المتعارفة، فإنها العصمة الواقية من كل ضلال وشبهة. قلت أي شيخ زروق وعلمه بذلك يريد شيخه الحضرمي مستند إلى التحقيق في وجود الدلائل، يعني أولا الشيخ الحضرمي ما حجرش الواسع، ده هو بيستند إلى حقائق وإلى دلائل، في علامات للشيخ المربي لم يجدها فحكم بهذا بارتفاع التربية بالاصطلاح، يعني بالمعنى المصطلح عليه كما يقول الفقهاء، يعني بالضبط كلام الشيخ زروق في ارتفاع التربية بالاصطلاح زي قول الفقهاء في ارتفاع الاجتهاد، يقول لك عصر الاجتهاد يعني ما فيش اجتهاد في العصر ده خلاص، يعني اغلق باب لي، في ناس قالوا كده انه باب الاجتهاد خلاص، يعني احنا بناخذ من اقوال من سبق، انما اجتهاد بمعنى لا خلاص، يعني تم الاجتهاد في المسائل الفقهيه كلها كما يقول الفقهاء في ارتفاع الاجتهاد، وإنما كان ذلك لأن الاصطلاح إنما يفيد في مثله دفعا وجلبا، فحيث كانت الحركات النفسانية اصطلاحية نفعت فيها الأمور الاصطلاحية، فلما صارت الظلمات إلى صارت الظلمات إلى الحقائق لم تفد فيها غير الحقائق، كما كان في أول الأمر حيث تمكن الظلمات الكفر والجهل من النفوس، فلم يفد إلا طلوع شمس النبوة بعموم الدعوة ونور الهداية، فمن يرد الله فمن يهديه من بعد الله، سورة الجاسية افهم. وعلق الشيخ زروق أيضا على ارتفاع التربية بالاصطلاح فقال تارة تجري باصطلاح الخلوات والتربيات، يعني ممكن التربية تكون بالخلوات، يعني يربى المريد بأنه يمكث في الخلوة أكثر من شهر مدة معينة، وتارة تكون بحفظ الأصول، وتارة بحفظ الحرمة، وتارة بعلو الهمة وقوة الحزم والعزم، وتارة بمجرد التلقي والإلقاء، وهذه الأمور لا تزول أبد الآبدين، غير أن الاصطلاح انقرض في هذه الأزمنة وارتفع إنتاجه بحسب الدلائل والعلامات، ويشهد به الاستقراء. قال بعض مشايخنا اللي هو الشيخ الحضرمي ارتفعت التربية بالاصطلاح في سنة 24 و800 824، وما فيش حاجة باقية إلا الإفادة بالهمة والحال،
فعليكم بالكتاب والسنة أي العمل بهما من غير زيادة ولا نقصان، يعني الجادة مع التزام الصدق. ويعلق الشيخ ابن عجيبة خالف الشيخ زروق وشيخه الحضرمي في موضوع ارتفاع التربية بالاصطلاح سنة كام؟ 824. ويعلق الشيخ ابن عجيبة على ذلك مختلفا مع الشيخ زروق والحضرمي فيما ذهب إليه، فيقول وفيما قاله نظر من وجهين. أولا الشيخ زروق اعتمد هو وشيخه على الاستقراء، مش كده؟ يعني ملقوش العلامات، ملقوش الدلائل التي تفيد وجود شيوخ التربية بالاصطلاح، فرد عليه في النقطة دي وقال إن الاستقراء الذي ذكره متعذر في جميع الأقطار، أقطار الأرض، يعني هو راح عمل استقراء في العالم كله ولا في المدينة اللي بيعيش فيها، فاس أو ليبيا أو كذا، فكونه مش موجود في الإقليم اللي هو فيه في بلاد المغرب، ممكن يكون في المشرق، ممكن يكون في الهند، يعني هو ما لم يتتبع جميع أقطار الأرض. وشيوخ التربية الغالب عليهم الخفاء، يعني ممكن يكون موجودين بس مخفيين، ومن صدق في الطلب جمعه الله بأهل الأدب. هو موجود وقد يكون معك في نفس العمارة، لكن ربنا أعمى بصيرتك عنه، مش هو معاك وانت تبحث وتسافر برا وتروح هنا عشان تقابل واحد من دول، مش هو عندك بس انت محجوب عنه، فيغلب عليهم الخفاء. الأمر الثاني هو ايه؟ الثاني أن دائرة الأولياء لا تنقطع أبدا من أقطاب وأبدان وأوزان. قال ده من رحمة ربنا الأولياء والأقطاب دول، يعني يعتبر بمثابة أمان لأهل الأرض، فالأرض لا تنقطع منهم أبدا. كلام الشيخ مين؟ والدائرة الأولياء لا تنقطع أبدا من أقطاب أبدال، ده الأقطاب لهم عدد معين، والأبدال والأوتاد كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه، لا ينقصون إلى يوم القيامة، في اللي يقول 40، اللي يقول 7، اللي يقول 30، وهكذا بحسب مراتبهم. وبلوغ هذه المقامات، يعني هو شوف استدلال الشيخ ابن عجيبة أقوى، بيقول لك يعني الأرض لا تنقطع من الأقطاب والأبدال والأوتاد، وما ومش ممكن يكونوا يبلغوا هذه المقامات من غير تربية أبدا، يعني معناها التربية لم تنقطع، لأنهم دول لو ما تربوش ما كانش حيوصلوا إلى هذه الرتب وهذه المقامات العالية. فإن قلت يكفي فيه الهمة والحال، قلنا لا نسلم ذلك، لأن تربية الهمة والحال دون اصطلاح المقال. صحيح، التربية بالهمة والحال دون اصطلاح، يعني دون المصطلح عليه، لا يترقى صاحبها من مقام إلى مقام ولا من حال إلى حال، فلا يخرج من السلوك إلى الفناء ولا من الفناء إلى البقاء إلا بتربية المقال، اللي هي التربية بالاصطلاح مش بالحال. وإن أراد بالاصطلاح الخلوة وترتيب الأوراد، يعني افرض أراد الشيخ بالاصطلاح اللي قال عليه انقطع، اللي هو التربية بالخلوة وترتيب الأوراد، يعني الحفظ على الأوراد، فلا نسلم أنه انقطع، إذ من بلغ إلى درجة التربية يربي كيف يشاء، فمن تصلح له الخلوة رباه بها، ومن تصلح له الخلوة رباه بها، فشيخ التربية لا ينقطع أبدا عن تربية الهمة والحال والمقام والاصطلاح. وإذا كان الحضرمي تكلم على ما ظهر في زمانه فلا يلزم عمومه فيما بعده. والأولى أن نذهب إلى ما ذهب إليه ابن عجيبة رضي الله عنه. يعني أنا شايف أن احنا نخلينا معه عشان ما لا نيأس من رحمة الله، نذهب مع الشيخ ابن عجيبة، ليه؟ حيث أنه الخير باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة، فشيوخ التربية باقون وإلى الآن، ولكنهم أصبحوا في ندرة وفي خفاء، فشيوخ التربية باقون ولكنهم في خفاء وندرة، ومن صدق في الطلب جمعه الله بأهل الأدب. كما قلنا كان بعض مشايخنا يشيرون إلى أنه الخير باقي، والأولياء أو أهل التربية إذا حضروا لا يعرفوا، وإذا غابوا لا يفتقدوا،
يعني يعرفهم أهل البصيرة، إنما عموم الناس لا يعرفونهم، بل قد يتهمونهم بالمنكرات إلى غير ذلك. ثم كانت الوصايا والنصائح البديلة من الشيخ الحضرمي للمريد. طبعا حسب ما اعتقد الشيخ الحضرمي أنه شيوخ التربية انقطعوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قال في بدائل، يعني إيه هنعمل إيه لو ما فيش. طبعا الشيخ المتقي الهندي قال إيه، جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال فقده، يعني يكثر اللي ورد من الصلاة على النبي فتزيد الأنوار، وتكون له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمريد بمنزلة أو بمثابة الشيخ عند فقده. ولذلك سمى الكتاب كذا، هداية ربي عند فقد المربي. ثم كانت الوصايا والنصائح البديلة من الشيخ الحضرمي للمريد في حاله إذا ما انقطعت التربية حسب ما رأى، حيث استخلص أصول الالتزام بالكتاب والسنة بمراعاة أمور. يعني أنا عاوز أقول لك، حتى لو ما فيش شيوخ، لك ربنا ضمن لنا العصمة، وضمن لنا الحفظ، وضمن لنا الهداية في الالتزام بالكتاب والسنة بمراعاة أمور ثلاثة. طبعا الكلام ده هيبسط مين؟ السلفية. ولا يقول لك الكتاب والسنة بمراعاة أمور ثلاثة: قواعد المعاملة، ولوازم النجاة، ولوازم الاعتناء بالنفس. أولا، أما قواعد المعاملة فقد قسمها إلى ما يجب تجاه الحق وتجاه النفس وتجاه الخلق. وفيما يجب تجاه الحق فبإقامة الفرائض واجتناب المحرمات والاستسلام للأحكام. وفيما يجب في معاملة النفس فالإنصاف بالحق والترك والانتصاف لها والحذر من غوائلها في الجلب والنفي والرد والقبول والإدبار. وفيما يجب في معاملة الخلق فالوفاء بحقوقهم والتعفف عما في أيديهم والفرار مما يغدر قلوبهم إلا في حق واجب لا محيد عنه. ثانيا، لوازم النجاة للمريد بينها بالتحذير من الآتي. اللي يحذر من أول قال ركوب الخيل ولا إلى الإفراط. الإفراط في اللهو واللعب. أنا عديتهم لقيتهم كان 13 حاجة. الإفراط. الإفراط في اللهو. يعني ده اللي يحذر منه، يحذر من الإفراط في اللهو واللعب. كالميل لركوب الخيل والإفراط في المصالح العامة، أي تقديمها على مصلحة نجاة نفسك. يعني يقعد يخدم في المصالح العامة على حساب مصلحة نجاة نفسه، على حساب الاشتغال بإصلاح النفس والإفراط في السماع والجمع والاجتماع. يعني صحيح يقدم المصالح العامة بس ليس على حساب إيه؟ نجاة نفسه، يعني على حساب الاشتغال بإصلاح النفس والإفراط في السماع والجمع والاجتماع بدون ضرورة كتعليم أو تعلم. يعني يكثر من الاجتماع ولقاء الناس من غير ضرورة، أما إذا كانت ضرورة تعينت. الاشتغال بتغيير المنكر في العموم. يعني أنت شغال بتغير المنكر، ما في غيرك يكفيك هذا، أو التوجه إلى الجهاد دون غيره من الفضائل، وخاصة إذا كان في فسحة منه أو غير واجب عليه، أو بإرادة استيفاء الفضائل وعلى حساب ما هو أهم فيما يخص النفس أو الغير. في ناس كثير تشتغل بأمور مهمة ولكن هناك الأهم، يعني يترك الأهم ويفعل الإيه؟ المهم، وهذا خطأ. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه بيقول إيه؟ إذا أضرت النوافل بالفرائض فاتركوها. يعني هي النوافل أصلا شرعت عشان جبر الإيه؟ الفرائض. فإذا كان حتعمل النافلة على حساب الفرض بلاش، لأنه الفرض هو الإيه؟ الأولى. ثالثا، تتبع عورات المسلمين متعلنا بالتحذير أو عمل بالسماع على وجه الدوام. يعني السماع في أحوال معينة مش على وجه الدوام، أو أكثر الجمع والاجتماع لا لتعلم أو تعليم، أما إذا كان لتعلم أو تعليم هذا ليس مذموما. الميل إلى أرباب الدنيا بعلة الديانة، الأخذ بالرقائق والدقائق دون المعاملات وما ينبه على العيوب. في كثير يميلون إلى أرباب الدنيا وأصحاب الأموال والاقتصاد والسياسة، ويتعلل أنه يعني وجود معهم يعني حيعلمهم الدين، أو مثلا هو في الحقيقة
في شيء خفي في النفس للوصول إلى أغراض أو شهوات نفسية، وإنما يتعلل بمصلحة الديانة. الأخذ بالرقائق والدقائق دون المعاملات وما ينبه على العيوب، التصدي للتربية من غير تقديم شيخ أو إمام أو عالم. يعني معناها لا يتصدى الإنسان أو المريد مثلا أو السالك لتربية غيره إلا إذا قدمه شيخه أو قدمه إمام أو قدمه أحد من أهل العلم. اتباع كل ناعت وقائل بحق أو باطل من غير تفصيل لأحواله. الاستهانة بالمنتسبين إلى الله وإن ظن عدم صدقهم بعلامة. يعني لا يستهين بما هو منتسب إلى الله وإن ظن عدم صدقه بعلامة، يعني في علامة جعلته يظن عدم صدقه، لكن إن تيقن خلاص. يعني معناها لا ينبغي الاستهانة بمن انتسب إلى الله تعالى وإن كان يغلب على ظنك أنه غير صادق إلا إذا وصلت إلى اليقين. وطبعا مش حتصل إلى اليقين لأنه حيجرك هذا إلى تتبع عورات المسلمين. الميل للرخص والتأويلات، عدم ضبط العلاقة بين الظاهر والباطن أو العلم والعمل والحال، إما بتقديم الباطن على الظاهر أو الاكتفاء بأحدهما أو إتيان أحدهما بما يناقض الآخر، أو الاكتفاء بالعلم عن العمل أو بالعمل عن العلم والحال أو بالحال عن العلم والعمل. طبعا ده تفصيل دقيق، يعني يضبط العلاقة يكون فيه توازن. تمام. عدم وجود أصل نرجع إليه في العلم والعمل والحال والديانة من الأصول المسلمة. يعني لازم يكون في أصل يرجع إليه عندما يحدث اشتباه. طبعا في أصول مسلمة كتب الأئمة، يعني يرجع أصل يرجع إليه في العلم والعمل، يعني في الظاهر والباطن، زي كتب سيد ابن عطاء الله في تطهير الباطن، وخاصة كتاب التنوير في إسقاط التدبير. كتاب ده لو قرأته بتأني وإمعان يفتح لك أنوار المعرفة القلبية. كتاب التنوير في إسقاط التدبير، هذا في الايه؟ في إصلاح الباطن. أما بالنسبة للظاهر، كتاب المدخل لابن الحاج. كتاب المدخل لابن الحاج صحيح هو كتاب دقيق، والشيخ الأمير في الحاشية بيقول كنا نقرأ هذا الكتاب وقال لا ينبغي، الشيخ الأمير نفسه في حاشيته على شرح عبد السلام على الجوهرة يقول لا ينبغي لطالب علم أن يترك مطالعة هذا الكتاب، كتاب ليه؟ المدخل لابن الحاج. ومش عارف أنا سبحان الله، يعني هل في شيء منعنا؟ كنا قرأنا فيه شوط كبير لكن لم نكمل، وهذه ليست من عادتنا أننا نشرع في كتاب ثم نتركه إلا هذا الكتاب، لماذا لا أدري، لكن نسأل الله تعالى أن نعود إليه. ولو حد عارف أين وقفنا فيه في الكتاب ده يقول لنا، عشان إذا رجعنا، بدل أنا ما عنديش مانع أبدأ من الأول، لكن إذا كان عندكم شيء يعين على ما قرأناه يكفي. نقرأنا شوط كبير لكن ما في أحد عنده علامة يعرفه، ممكن يبقى سهل إن شاء الله. أنت كده بعثت فينا الأمل. يبقى نرجع إلى كتاب التنوير. يعني خلي الكتابان دول عندك، الكتابين، كتاب التنوير وكتاب المدخل. تمام. وبعد كده كتاب الشيخ ابن أبي جمرة من أهل التحقيق، وهو صاحب كتاب المراء الحسان، له كتاب اسمه بهجة النفوس وتحليتها، هو بيشرح مختصر، اختصر صحيح البخاري، شرح عجيب، شرح صوفي راقي، من أعظم الكتب اللي فيها شروح صوفية على صحيح الإمام البخاري، غفل عنه الناس، وهو مدفون أمام مسجد سيد ابن عطاء الله السكندري، وله 72 رؤية
رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. ومن ضمن هذه الرؤى أنه ما تصافح اثنان عند قبره إلا غفر الله لهما. فكان كثير من أهل العلم يأخذوننا إلى زيارة سيد ابن أبي جمرة، وهو سلطان العارفين من أهل المشرق والمغرب، وكتابه عظيم لأنه يشرح يختصر صحيح الإمام البخاري. وفي آخر الكتاب اسمه كتاب المرائي الحسان، لما أكثر من 72 رؤية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. فهذا الإمام الجليل من أهل التحقيق سيدي عبد الله ابن أبي جمرة، وهم قريب من سيدي، أشوف هو وسيد ابن عطاء الله في مكان واحد أو جنب نعم. وسيد الكمال يعني المكان ده بقيع أهل مصر، لأنه سيد ابن عطاء الله تعرف القصة بتاعت الكمال آية، فكان قارئ هو يقرأ عند قبر سيدي ابن عطاء الله، فكان يقرأ قول الله تعالى في آخر سورة هود، فمنهم شقي وسعيد، فسمعه من القبر يقول ليس فينا شقي، فأمر أو أوصى أن يدفن تحت أقدام سيد ابن عطاء الله. تجد قبر ابن عطاء الله فوق قبر الكمال، من وراء تحت قبر سيد ابن كمال ابن الهمام ده الشيخ السادة الأحناف السكندري من كبار علماء الحنفية، دفن تحت أقدام سيد ابن عطاء عشان هذا. فهناك أنوار عجيبة عند سيد ابن عطاء الله وسيد ابن أبي جمرة، وهذا المكان فيه أسرار، كان الأولياء الكبار يزورون هذا المكان، وهو البقيع بالنسبة لمصر، هذا هو البقيع. وليس هناك ما يمنعك من الآمرين بالمنكر والناهون عن المعروف، حدش يمنعك من الزيارة. فمن لم يراعي هذه المحاذير وقع في الهلاك ولا نجاة له، ومن أخذ بها أي بما ذكروا كما ذكروا من كتب إصلاح الظاهر والباطن فهو من أهل النجاة. إذا احرص احرص على الكتابين، واحد لإصلاح الباطن اللي هو التنوير في إسقاط التدبير، وكذلك نعم التنوير في إسقاط التدبير، أظن احنا قرأنا الكتاب ده كامل. وبعدين كتاب سيدي ابن الحاج، وهو مغربي مالكي، وكتاب عجيب جدا، يعني بينمي النوايا، تكثير النوايا، مدخل لي كيف تنمي أعمالك، يعني تأخذ من الأعمال القليلة بحسب تكثير النية أجور كبيرة جدا. يعني مثلا لو أنت رحت المسجد ممكن تنوي 100 شيء، مش بس الصلاة، تنوي رد السلام، فتأخذ الأجر من غير ما حد يسلم عليك، نويت إنما الأعمال بالنيات. تنوي لو كان في حصى ترفعها، تنوي تعليم الجاهل، تنوي تذكير، تنوي الصلاة على النبي، تنوي الاعتكاف، تنوي قراءة القرآن، تنوي حضور مجلس، كل هذا يحدث في ثواب صحيفتك في ولم تفعله بمجرد ليه النية، فيخلي إيه النوايا تكثر وتنمى الأعمال وتصل إلى قمم الجبال بسبب كثرة النوايا. حتى إنه واحد بيقول لك طرق الباب على واحد عالم، طرق الباب كذا، فراح قال له من؟ قال أنا. قال ماذا نويت؟ أنا بطرق الباب. إنما قال يبقى أنت لست من أهل العلم إذا لم تنوي 20 نية في طرق الباب. وأخذ يعددها له، نية كذا ونية كذا ونية كذا. فهذه الكتاب فيه بركة عظيمة، كتاب الإيه؟ المدخل لابن الحاج. ويكفي أنه العلامة الشيخ الأمير الكبير بنفسه يوصي ويقول لا ينبغي لطالب العلم أن يترك مطالعة هذا الكتاب. ثالثا،
ثالثا لوازم الاعتناء بالنفس عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني عملا بهذه الآية التي يفهمها الناس على غير وجهها الصحيح، وخاصة إذا ظهر الشح المضاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأي، فالعمل يجب على العاقل بما أوصت به صحف إبراهيم عليه السلام مما سبق ذكره. بهذا تم الكتاب، ووصلنا إلى ختم هذا الكتاب.